اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن سن الأربعين وان خصوصا النساء يخافون انهم يقولون بعض الرجال يخافون من ذكر عمرهم اذا وصلوا الأربعين، واحنا جالسين نقول ان لكل عمر سحره وجماله بالنسبه للسيدات وحتى الرجال، وممكن الشخص يكون اكثر نجاحا ويحقق في سن الأربعين ما لم يحققه سابقا. خلينا نتاكد من هذا الكلام يا علي مع اراء اخذناها من الناس ومع عبد الرحمن الزهراني. خلينا نشوف. الأربعين تخوف مين أكثر، الحريم ولا الرجال؟ لا أتوقع تخوف النساء أكثر. الرجال أكيد. أول رأي معارض. دقيقة ليش؟ أي المرأة عادي ما تحسب حساب عمرها. سن الأربعين يعتبر مرحلة بلوغ القمة، حيث يكتمل فيها الفهم وتكتسب فيها التجربة. إيش الأشياء اللي يعني ناوي إن شاء الله تحققها إذا وصلت الأربعين؟ هو باقي سنتين على الأربعين، فإن شاء الله بيت للأهل إن شاء الله وبيت لي أنا إن شاء الله. توظفت في الأربعين، كان طموحني أتوظف، ما توظفت يعني في سن صغير، توظفت في بداية الأربعينات. يمكن حصلت على درجة الماجستير والحين إن شاء الله على الدكتوراه إن شاء الله. والله صراحة أنا في سن الأربعين في الوقت الحالي، بس الحمد لله أنجزت في أني أديت رسالة وربيت أيتام وكبرته ما شاء الله، دخلوا الطب. بلا شك إنها مرحلة مهمة يوقف فيها الإنسان وقفة تأمل ومحاسبة مع نفسه. حسيت إنه في فرق بين الثلاثين والأربعين؟ أكيد في فرق، إنه الثلاثين تكون بداية زواجك، بداية حياتك العملية غالباً. يعني هو بس العقلانية شوية، يعني التفكير يكون جدي أكثر. يمكن حسيت في الأربعين إني غير السنوات الماضية، يعني ما يسمى شرعاً عقل الرشد. كذا نكون خلصنا من هالجولة البسيطة وتعرفنا على آراء كثيرة ومختلفة ومتنوعة عن سن الأربعين، واتخذت قرار مع نفسي الآن في هذه اللحظة أروح أجلس مع نفسي وأخطط لسن الأربعين من الآن. أنت روح لسيدي مشاهدينا، أشوفكم على خير. شكرا عبد الرحمن، بس وينك وين الأربعين؟ عبد الرحمن يمكن أصغر زميل لنا هنا في 22 عمره صح؟ أيه صغير لسه في الجامعة صغير بالعمر، بس ما شاء الله كبير بالأداء، ما شاء الله خبرته كبيرة. علماء النفس والاجتماع يؤكدون أن الإنسان في الأربعين يمر بتغيرات كثيرة، سواء نفسية وسلوكية وحتى جسدية. إيش اللي بيصير بهذا العمر بالتحديد؟ هذا اللي راح نتعرف عليه اليوم مع دكتور عواد الذيادي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي. وأيضاً حتكون معنا اليوم أميرة عاشور حتى تخبرنا عن تجربتها مع الأربعين ورأيها فيها. صباح الخير لكم أنتوا الاثنين وأهلاً وسهلاً فيكم. خلينا نبدأ مع الدكتور. أهلا دكتور. أهلا فيكم، صباح الخير لكم المشاهدين. سن الأربعين هو الرقم، يعني أنتم قلتوا قبل شوي أخونا عبد الرحمن أنه بعيد عن العشرين. لا أنت قلتي لسه وينك وين الأربعين. على فكرة ترى هو التخطيط يبدأ من الحين. يعني هو التخطيط الآن، عود نفسك على بعض الأشياء، أو زي ما نقول حنا كون لك رصيد عشان لما توصل الأربعين تبدأ تستهلك منه على الأقل. الأقل يعني أنك جمعت لك رصيد كافي. فالأربعين ليش حنا نقول أنها مرحلة انتقالية؟ يمكن أنها تخص النساء أكثر ولكن برضو تخص الرجال على فكرة. ترى في شيء اسمه سن اليأس عند الرجال. سن اليأس من أي ناحية قصدك دكتور؟ نفس الشيء، نفس اللي يصير عند المرأة يمكن، بس مع اختلاف بعض الأشياء. عموما هو اللي يصير غالبا وأكثر ما نقول عند النساء، مثلا عندنا هرمون الأنوثة اللي هو هرمون الأستروجين يبدأ يقل عند النساء، يعني أو النقص الحاد تقريبا يبدأ بعد الأربعين. علشان كذا تبدأ المرأة هي تحس بنفسها أنها قاعدة تتغير، يعني تغير على فكرة ترى عضوي، يعني حتى مش بس نفسي يعني. فيمكن هذا اللي خلى شوية النساء تحس أن المرحلة هذه مرحلة خطر علي. هو مع الوقت مع تسمية سن اليأس، اللي أنا ما أحب الاسم هذا، نسميه خلونا نسميه سن الأمل. وأكبر دليل عندنا أميرة ما شاء الله تبارك الله. فسن الأمل الآن، أنت الآن طلعتي من مرحلة إلى مرحلة. فنقص الأستروجين هذا بدأ يخلي المخ، طبعا هو الأستروجين يفرز عن طريق المبايض، فتحس المرأة أنها عادي زي العادة. يعني لما يبدأ يقل الإنسولين فيها غدة في المخ ترسل إشارات للمبايض أنه طلعي أستروجين، طلعي أستروجين. المبايض ما فيها أستروجين، فتبدأ الرسائل أكثر طلعي أستروجين. هنا تبدأ تحس بالأعراض اللي هوت فلاش هذه، الحرارة بالجسم، الجفاف اللي يصير عندها، أحيانا يصير عندهم
يعني مشكلة ما يعني في الجماع أو كذا أو قلب أو قلب في الجنس أو كذا، أحيانا تكون يطغى عليها الأمر النفسي. أحيانا هي المرأة مجهزة أصلا، مجرد ما دخلت الأربعين أنا فهي مجهزة، أي تلميحة بسيطة في هالموضوع هذا قالت بس أنا بديت في هالموضوع هذا. وهو موضوع شيق يعني للأمانة دكتور. وإحنا اليوم ويانا مثل ما قلت أنت أميرة عاشور، أميرة عاشور أنت توك وصلتي لـ40، وأول ما وصلتي لـ40 سويتي حفلة. سويت حفلة كبيرة. إيش كانت فكرتها يعني؟ لا أنا بحس إن الستة ما بتكبر بتصغر. يعني أنا بمشي بالعكس، إنه هي طفولة، يعني الروح هي أهم حاجة، روح الطفولة هي اللي بتضغى على الست إن هي تعيش سن معين في حياتها. أول حاجة لازم تركز على إنجازاتها، تركز على الإيجابية وتركز على الحب. شوف الواحد لما بيخش في علاقة جديدة زي بيحس بحب، بيبقى بهيام، وبيبقى ده المفروض يبقى مع كل الناس. هو ليه بس لازم تبقى علاقة معينة؟ لا، المفروض يبقى الحب بكل الناس. نتعامل مع ناس بحب، نتعامل مع ناس نبقى في نضوج في المعاملة وفي قناعة. أنا بشوف إن القناعة هي المفتاح اللي بتفتح بيه إن السن ده مجرد رقم. يعني أنت عندك قناعة، هو دي أهم حاجة عندك. فأنا بالعكس أنا بحس إنه احتفال بالسن، والسن ده مجرد رقم بس. وكل ما انت بتفكري بحب وبقناعة هتصغري مش هتكبري. وبالنسبة للدكتور طبعا قاله ده 100% صح. الحاجة كمان اللي انا بقول عليها، لازم تبقى فيه يعني كمان ممارسات. أيوة. ونظام غذائي معين المفروض ان هو مع من اول ما انت صغيرة. عشان كده دايما دلوقتي حتى مع الاطفال الواحد يبتدي ياكلهم حاجات صحية. عشان اما يكبروا يبقى السن ده مجرد برضو رقم. الـ 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 السمك اللي هم الخضار. أنا أقول لك شيء، احنا تكلمنا عن الضغوطات الاجتماعية، انه يعني انت ما شاء الله عليك عندك الرضا، عندك القناعة، بتقول انه انا احتفلت بالأربعين الحمد لله، وانا عارف انه كمان عندك اولاد، فانت يعني عايشة معهم مقتنعة. لكن في ناس او ستات مثلا في عمرك صح. يا بيكذبوا في عمرهم، يا بيخبوا، يا مثلا تعيش اصغر من سنها، حتى بطريقة لبسها بتصرفاتها بتكون غريبة، يعني بتعيش فجأة مراهقة متأخرة زي ما يقولوا. ليش تتوقعي؟ والله أنا مش شايفة أن دي حاجة عيب، يعني ما تعيش مراهقة متأخرة. أي مشكلة يعني؟ أنا كنت بس تعيش حياتها مو غلط. بالعكس، هو شوف الروح اللي أنا شفتها قبل شوي في أميرة وهي تتكلم بفرحتها بالأمر هذا، هو العمر مراحل. أنت عندك إلى 10، إلى 20، إلى 30، إلى 40، وفي 50 و60 إذا والله أعطاها العمر بيعيش المرحلة الشيخوخ هذيك، هي الصعبة الحقيقية يعني. صحيح. اللي هي أرذل العمر، ولكن عاد هذه سنة الحياة. ولكن أنا أشوف إن فترة الـ40 ما دام عندك روح، ما دام عندك طاقة، ما دام تعمل رياضة 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 رياضة. ترى الفكرة، ترى الناس يعني ما يهتمون في موضوع الرياضة هذا. يعني بعض الناس يسأل فلان ما شاء الله جسمه رشيق رياضي، شلون طيب أنا ليش؟ كيف أنت ليش؟ أنت جالس تداوم، ترجع في البيت وفي الاستراحات وشيشة وجلسة ومندي وما نعرف إيش، بينما الأخ هذا قاعد يلعب رياضة وقاعد يجري من عمر 20 سنة. أرجع وأقول صاحبنا عبد الرحمن اللي قبله شوي، مو بدري عليه من الآن لو استمر على الرياضة لو يوصل عمره 50 60 ما راح يغير عليه شيء. لكن يمكن فجأة أنا دكتور نشوف أهل اليابان وأهل الصين ألين دحين يكون مثلا أعمارهم في 70 و80، لكن الرياضة الصباحية هذه يعني لازم، زي اللي غسل أسنانه لازم يروح يسوي رياضة. نفس الشيء أنا دائما أقول كلمة، أحيانا ينتقدوني فيها بعض الناس، أقول مثلا ليش ما تلعب رياضة، ليش ما تلعب كورة؟ يقول لي ليك كيف تقول لي تلعب، ليش ما تقول تتمرن تمرين كورة تمرين رياضة؟ لا، خليها لعب. خليها متعة. الشيء إذا حسيت إنه إجباري إني بتمرن علشان أصير كذا وأصير كذا بتمل منه، لكن لما يصير لعب لعب ليش لا؟ لعب متعة، أنت بالعكس بتحس إنه ممتع، بتحس إنه جميل. صحيح. صحيح. هذه نقطة مهمة يعني. طب دكتور حلو هذا الكلام. أميرة دكتور الكلام أكثر من رائع، بس لسه ما عرفنا السبب ليش الناس الين دحين متأزمة من موضوع السن الـ40 وخايفة منه، ولو وصلت تخبيه وتعمل أزمة. شوفي هو يعني برضو إحنا نكون منصفين، يعني الموضوع ترى ما هو سهل للي مصعبه على نفسه. يعني هو في تغير هرموني، هو بيعقد نفسه بنفسه. هو شوفي إحنا نكون واقعيين بعد، إحنا ما نكون بعد يعني مرة ورديين وكلا، أو في مشاكل طبعا. يعني أنت تتكلم على في مشاكل هرمونية واضحة بتصير عند المرأة،
انقطاع الدورة أو اللي هو سن الأمل. بدري دكتور 40 بدري على لا مو بدري متى يبدأ هو؟ يبدأ من 46 إلى 51 هذا هو السن الطبيعي لها. وعلى فكرة فيها حكمة هي. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي ليش الله خلق هالشيء هذا ما دام أنه مزعج؟ لا هذا نوع من التنظيم الأسري الإلهي. يعني المرأة مش معقولة بعد أنها بتولد إلى بعد العمر هذا وبتبدأ تربي من جديد. صحيح. متى تعيش حياتها؟ ما أوقات دحين من تطلع قصص أنه مثلاً واحدة في 65 من العمر جابت بيبي يشوفوها معجزة ويشوفوها شيء كويس، فهذا كمان لها جدل. هل هو فعلاً شيء كويس ولا هو صحيح؟ هو مو شيء كويس، هو شيء غريب. أي هو شيء غريب أن الناس يتداولون. حضرتك زمان زمان قوي الناس كانت كبيرة وبتجيب ولاد وهي كبيرة. حتى العمر كان أطول، يعني الناس كانت تموت عندها 150 عندها 200 زمان زمان. أنا بتكلم زمان. دلوقتي الناس بقت تموت بدري يعني. فعشان كده الناس بتخاف، عندها رهبة من موضوع الموت ده. بس لا، المفروض أن الواحد يفكر في الحياة. يفكر إيه هو الإنجازات بتاعتنا اللي إحنا عملها في الحياة، مش نفكر في الحاجات اللي هي اللي تخلينا دايما عندنا رهبة. فأنا دايما بقول الإيجابية الإيجابية بطريقة، يعني إذا أنت فكرتي في حاجة في سلبية اللي بيها إيجابية، شوفي إيه حد يعني إزاي أنت تستفيدي منها. حلو. طيب بس أميرة بدي أسألك وبدي أختم بيك لأن إحنا وقتنا خلص، بس بدي أقول لك أنت هل حياتك اختلفت كثير قبل الـ40 وبعد الـ40؟ لا ولا أنا بشوف إن أنا من وأنا عندي من وأنا يعني عندي 13 سنة أنا بحس إن أنا ذا سيم، يعني أنا نفس الحاجة نفس الحاجة، ما اختلفتش، بالعكس الروح هي هي، ما بحسش ما بفكرش بالموضوع ده أصلا. هذا أهم شيء. الحمد لله، يعني زي ما الدكتور قال هو ده المظبوط اللي هو بيقوله ده مظبوط وفي واقعية، بس المفروض البني آدم يغير تفكيره للحياة، حياته كلها هتتغير. والله حنا ودنا نتكلم أكثر وأكثر لأن الحديث بصراحة شيق وفي أشياء كثيرة يمدينا نتكلم عنها، بس للأسف خلص وقتنا. فكل الشكر لك دكتور. شكرا لك دكتور. وشكرا لك أميرة. ألف عافية. شكرا لكم.